السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نرسم أوبا أو دوم. ممكن نيجي هنا من الأركتكشر ونقول له كومبوننت ونقول له موديل إمبريس. نبدأ نختار الحاجة اللي احنا عايزينها، وليكن مثلا نختار مثلا روف. طيب ممكن نستخدم ايه الأداة لحاجة زي كده؟ ممكن نقول له مثلا عايزين نرفولف. بس الأول هقول له الريفولف ديت عايزين نخليها على السي مثلا، هنجرد الاسم سي. فممكن اقول له ايه ست، واقول له انا عايز على الجريد اللي اسمه سي. تمام. طبعا يبقى انا كده مش هرسم في البلان، انا كده هرسم في سيكشن من السكشن. اقول له افتح لي السيكشن بالشكل دوت. وممكن اجي هنا في الجزئية ديت اقول له انا عايز ارسم مثلا ممكن قوس مثلا بالشكل ده من هنا لهنا. اهو تمام. وادي له الاكس بتاعي ده الاكس. طيب هقول له هنا بعد كده انا عايز اوفست بمقدار قد ايه؟ بمقدار مثلا 3، او خليها مثلا 10. وأقول له هنا تي ال عشان تبان. ممكن تخليها غير كده، ممكن تخليها مثلا بالحجم دوت. وبعد كده هبدأ أرسم خط بين ده وده، من ده ودوت أهو. وأقول له تي ار والغي ديت. ممكن برضو تيجي هنا على الخط دوت اللي هو بتاع الروف دوت أهو، تقول له تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا. فيبقى عندي قبة بالشكل دوت. طبعا تقدر ترسمها بأي شكل، أنا برسم بس شكل كده. ممكن تقول له بعد كده أوكي فيعمل لي القبة بالشكل دوت. تمام. تقدر في أي وقت تعمل إيديت للريفولف وتغير الشكل زي ما أنت عايز. يعني على سبيل المثال ممكن مثلا اقول له ايه هنا، اقول له edit revolve واقول له انا عايز ارسمه بشكل تاني. هرسم بقى الغي بس الخطين دول واقول له انا عايز ارسم مثلا من هنا بالشكل دوت، وعايز ارسم واحد تاني من هنا لهنا بالشكل دوت. تمام. او تخليه كده مثلا زي ما انت عايز. يعني الاشكال بتختلف اختلافات كتيرة، فانت ممكن تختار الشكل اللي انت عايزه وبعد كده تقول له انا عايز اعمل اوفست، وتختار مثلا من هنا لهنا. هي تقريبا 90 درجة. وبعد كده تقول له تي ار. تمام. ودي برضه نفس الفكرة. تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا، واقول له اوكي فيبدا يعمل لي القبه بشكل ده. تقدر تعمل اي شكل من خلال الريفولف زي ما انت عايز.